حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة. اليوم احنا متواجدين بقضاء الشرقاط قرية شكرا. هاي القرية الجميلة راح ناخذكم رحلة ويانا نعرفكم على العادات والتقاليد والأماكن الأثرية والتراثية، وراح ننزل للشط ونشوفكم جمال هاي المنطقة. تعالوا ويانا. الشباب هسه ينتظرون هنا. السلام عليكم، شلونك؟ حياكم الله. حياكم الله. طبعا مشاهدينا مثل ما تشوفون هسه وصلنا لمكاننا وراح نبدي نجهز اغراضنا لرحلتنا اليوم. تعالوا ويانا. حياك الله استاذ عبد الله ويانا اليوم. اريدك تحكي لنا عن المكان اللي راح نروح له، شنو طبيعه هذا المكان؟ حياكم الله استاذ فراس والاخوه اللي وياك، شرفتونا في قضاء الشرقاط قريه شكرا. كل خطوه هلا، اهلا وسهلا بكم، اكثر بل وياكم والقلب قبل العين، فزلت لقاكم. الله عليك. حياكم الله، كل اهلا بكم. احنا الان متوجهين الى نقول احنا نسميه شاطئ شكرا، تحديدا بيت الفنان التشكيلي الرائع استاذ سلطان، وجلسه مع الاخوه الشعراء والفنانين اللي يتميزون بجماليه شعرهم وابداعهم وفنهم. ان شاء الله انه تكون زيارتكم ناجحه، وهي بالاصل مشافتكم ان شاء الله ناجحه. الله يسلمك.
أريد نسألك عن الوضع السياحي اللي موجود بالمنطقة، شنو يحتاج يعني كمنطقة؟ إنه أكو أماكن قريبة تراثية ممكن إن السياح يعني يتوجه لهذا المكان، شنو تحتاج هذه المكانات؟ طبعاً أستاذ فراس، كل مكان يحتاج، إذا كان خصوصاً إذا كان مكان سياحي يحتاج إلى دعم حكومي أولاً، لأن الأماكن السياحية وخصوصاً الأماكن الترفيهية والآثار هذه هي كل أكثريتها تابعة للدولة، فإذا ما تكون دعم من قبل الحكومة أو دعم دولي أو منظمات حكومية أو غير حكومية، طبعاً راح يكون مكان ترفيهي جميل راح يستقطب الناس إلى هذا المكان. نعم. فهدينا هسه وصلنا هذا المكان الجميل، تعالوا ويانا خلينا نشوفكم هذه الاجواء الحلوه اللي مطله على نهر دجله. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا شلون؟ السلام عليكم. شلون؟ الله شلون؟ مشاهدينا هسه مثل ما تشوفون هذا الأجواء الجميلة من قرية شكرا تابعة القضاء الشرقاط، وهذا المنظر الحلو اللي صاير على نهر دجلة راح تكون رحلتنا واستقرارنا بهذا المكان.
ابو الظعن حقا بتبرا خذوني ويلي 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 خذوني الظعن حقا بتبرا خذوني ولي يوم خذون الهض عن حقا بتبرى شجي وبلشي جروح القلب تبرى من الخلان من الخلان أنا المالية من الخلان أني يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا يا بال المالي من الخلان تبرا يا ولي ام عجل ويدور بعلتي دوه امل الخلان لا ويلي يا ويلي مالي من الخلان يا ويلي والغياب الناس عادت بس اهلي والغياب الناس عادت يا ويلي يا ويلي غياب الناس عادت بس اهلي بس اهلي والغياب الناس عادوا بس اهلي وتلقى طروش ما هم بس اهلي ولا الدمع يا ولا عين الدمع لا يجي ولا عيني ولا عيون الدمع لا يجي بعيني بس هلي يا ولا يما على العفو منازلهم خراب أخايب لو ما انت عزازي والله ما كان عنا جدام يا ويلي عين أهل الموصل عين يا ولي عيوني لو ما انت عزازي بل القلب يشتاق وسالم هذا اللوب معتاز هذا اللوب معتاز يا بيا بالقلوب القلوب معتاز ويلي ويلي لا يا ولي غال القلوب معتاز ورايد سلام الزين بعد دموي يا ويلي يا ويلي هالقلوب معتاز نشكركم على هذا العزف والصوت الجميل أبو سيف نرحب بكم مشاهدينا الكرام ونبدأ وياكم برنامجنا وهاي الجلسة الحلوة نبدأ ويا الأخ أبو سيف حياك الله حيا ودوم الله محييك الله يسلمك طبعا صوتك حلو احنا نريد شوية تنطينا معلومات يعني تمارس هذا الغناء صار لك شقد تقريبا والله تقريبا أمارس هذا الغناء يعني منذ نشأت يعني تقريبا عمري بس 17 سنة 18 سنة أجيد الأغاني العتابة وسواحلي والنايل يعني على طور الربابة بعدين شوية تحدثنا على الطنبورة وعلى المطبق وهذا يعني مثل ما تقول ماشيين على هالنهج مناطقنا وتعرف أنت إحنا مناطق ريفية هي هي مناطق ريفية تشتهر فيك ألوان يا لون يعني تحب أكثر شيء تغنيه والله أكثر شيء يعني أحب لون الربابة
ابو سيف احنا نريد هالسعينا اغنيه على الطنبور سمعنا. اي نعم تدلل اغنيه تريد زعلان مامر اي غانله يعني انواع الاغاني اللي تحبها انت. ماشي يابا خذ لنا زعلان تستاهلون الله محييكم. سلمك سلمك. قلتي لا ترجف لا ترجف حيل عيني سهرت ما نامت كل ذاك الليل. قلتي لا ترجف لا ترجف حيل عيني سهرت ما نامت كل ذاك الليل. بس علميني على اسمك سوي جميل تاذاتي فارقنا من طول الغيبة. بس علميني على اسمك سوي جميل تاذاتي فارقنا من طول الغيبة. مري بعالسميل الجاي حصيبه كلها بشفه وشف الاهل تلطيبه. الله الله هي هي جف قوة ولكن خاضع لعيونك كان القلب غافل عايش من دونك. رجف قوة ولكن خاضع لعيونك كان القلب غافل عايش من دونك. افدي عمر شاده لك ينطونك يما جمال الفاخر عز وهبه. افدي عمر شاده لك ينطونك يما جمال الفاخر عز وهبه. مري بيع السميل الجاي حصيبه كلها بشفه وشفه واهل تلطيبه. الله الله وقلت لها يما وقالت هاي وليدي. قلت لها عندك غالي شي اكيدي. قلت لها يما وقالت هاي وليدي. قلت لها عندك غالي شي اكيدي. قالت انت الدم اللي يجرب وريدي وانت شريان القلب وانت الدليل. يما شلون تريديني انا مليل زفوا الفل يوم العصر بالماضي. الله الله حيهم ارهب يد وهاو الظل ولكني مجبور امشي هاتش قلبي وانت بكيفك بير امشي. هاو الظل ولكني مجبور امشي هاتش قلبي وانت بكيفك بير امشي. موتونك انت مفتح خلاني عشي وش خلاني بهالحاله وهالحظ الطاح. جيت اشتبيم القلب لابو وضح عمر نقيضة والظلين عد بالمسباح. اغهب هي هي عاشوا
عاشوا. نشكر الأخ أبو يوسف على هذا الصوت. ننتقل وياكم إلى الأخ أبو حيدر أبو فرح. حياك الله. حياك الله ألف. الله يسلمك. أريد تحكي لنا عن المنطقة وخاصة أن المنطقة طبيعية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأني أشكركم على استضافت على قدومكم من نينوى والحدباء إلى قضاء الشرقاط بشكل عام وإلى قرية شكراً بشكل خاص، ونقول لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلاً وسهلاً بأهل الجودي والكرمي. نرحب بكم أجمل ترحيب في قضاء الشرقاط في قرية شكراً. طبعاً قرية شكراً من القرى اللي مساحتها تقريباً يعني ما أقدر أوصف لك مساحتها شقد بقدر ما أنه أقدر أوصف لك طبيعة هذه المنطقة. طبيعة هذه المنطقة تطل على نهر دجلة، ومثل ما نشوف نهر دجلة تقدر الكاميرات تشوف نهر دجلة، يعني منطقة حلوة، منطقة أعلى منطقة تقريباً بالشرقاط، ما يقارب عدد سكانها 20,000 نسمة، بها ما يقارب 5,000 إلى 6,000 بيت تقريباً. هذه المنطقة مثل العشائر، أغلب سكانها هم الهيب تقريباً 85 إلى 85 بيها الهيب، ومن ثم المناطق الأخرى مثل عشائر الجبور وعشائر الموالي وعشائر السبعويين. يعني هذا أكثر شيء نقدر نقوله على هالمنطقة بشكل مختصر، ولكن هذه المنطقة عشائرية تمتاز بالكرم والضيافة، ولديها الكثير من الفنانين، الكثير من الشعراء أمثال الأستاذ عبد القادر العطلة والأخ طليع والأخ أبو خالد والفنانين الآخرين مثل أبو سيف. هذولا يعني أكثر شيء، يعني هي صارت زيارة سريعة لكم، وأهلا وسهلا بكم. أتمنى إن شاء الله أنه تكررون هذه الزيارات إلى هذه المنطقة، وأهلا وسهلا بكم. أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب قرية شكرا. سلمك ربي، وإن شاء الله نشوفكم دائما بصحة وخير، والله يحفظكم ويحفظ مناطقكم. الله يحفظكم. طبعا احنا فرحين حاليا من نشوف نينوى والحدباء تزدهر. شكرا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مشاهدينا، هسه راح نروح وياكم فاصل ونرجع وياه. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد ما تغدينا، سننتقل وياكم الى الشاعر المتألق ابو خالد. حياك الله. تحيا ودوم، حياكم الله. يسلمك يسلمك يسلمك، شرفتونا وخطوه عزيزه ومباركه. الله يسلمك. واصحاب فضل وغان مع الهجيه هذه. بارك فيك، ما عليك زود. احنا اليوم نريد نسمع منك، نشوف شو محضر لنا. تبشر وتدلل.
عن سمعك عتابه وزهيري. يا الله. العتابه اقول هلي كل من اللي فاهم شاد بيهم نشامه وبلوازم شاد بيهم شاد بيهم اهل صرح المراجل شاد بيهم امار الهيب عالين الاطناب. نعم والنعم حالك ما عليك زود وهلي ايش ابن الخالجه الباري جدرهم وعلى اساس الكرم شامخ جدرهم متعب النار والموقد جدرهم ويفوح بخير بسنين الغله يفوح بخير بسنين الغله وهالكبار الفعايل واللي هيبي شم البركان ثاروا واللهيبي نهيبي اهل زبيد المكارم واللي هيبي شوامخ دوم ما وطوا رقاب شوامخ دوم ما وطوا رقاب والنعم والنعم نعمة حالك وما عليك زود وزهيري نقول عالدار ايه اقول يا دار وين المعزة البيت شفناها عقب السعادة يا مال الهجم شفناها شفناها يا ما بذرج خواطر ناس شفناها واليوم صرت ونس للبوم واليمها يا كرم هداج ما نوبة نشف يمها الله شعبر خنقتني من وصلت يمها لا كان جينا عسى ولا كان شفناها لا كان جينا عسى ولا كان شفناها عيش عيش تعيشون اعزاز ومن ابيات عزة النفس ايه ايه اقول تخت جروح الضماير ما نفعها الحمي الخياط تخت جروح الضماير ما نفعها الحمي وجدر المرون برد شي يفيد بيها الحمي ناديت أهل الرحم وأهل الشيم والحمي وما بان منهم فزع يا للأسف جدمي وجدمي جدمي علينا الغثى يا دنيتي جدمي جدمي حالف حالف أقص مشى لأهل اللؤم جدمي وما أستمنهم يلو قص الجهاء للحمي ما أستمنهم يلو قص الجهاء للحمي تعيش 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 عزيز وأقول شف السعادة عقب ذيك المناعم حفه وذيب النوايب على وكرة تهاني حفه ثياب عزة النفس من الله جتنا حفه وبرد عوز الوقت هيهات مرة أقف ونمال دهري بقصد أهل الشماتة أقف ما أستمن الردي وباب بيته أقف لو أمشي عمري على جمر المهالك حفه لو أمشي عمري على جمر المهالك حفه عافيه صيشون عزاز طبعا نشكر الأخ أبو خالد على هذا الشعر الجميل هسا ننتقل وياكم إلى الأخ طليع السوادي أبو أحمد حياك الله حيا الله نباك طبعا أبو أحمد من الشعراء يعني اللي عندهم أبيات قوية لكن ما يحب دائما يظهر على الإعلام شو محضرنا اليوم أبو أحمد ان شاء الله ما ينال اعجابكم ان شاء الله ان شاء الله اقول دنياي يا زيج يا تجفين يا جدمي انحب عليهم وما بالعين يا جدمي الفارقوني امس كانوا ضيا جدمي اعش وراهم صرت والنظر بضعوني وحتش العواذ الطعم بحشاي بضعوني حييت يوم تقفل حاد بضعوني ما كان ترفج علش ظليت يا جدمي الله ما كان ترفج علش ظليت يا جدمي وانت عايش دهري جبرني على درب الشقة ما شفت وكاسات سم وصبر من غيرها ما شفت جروح وسط الضماير مولمة وما شفت وقت يتجارب كثر ما عن دليل ودوة والصرح البنيت على مر الليالي دوى انشط طبيبي عجل ما من العل تدوى اي ست من قال مثل مصابكم ما شفت الله اي ست من قال مثل مصابكم ما شفت ارب الكواكب ودمع العين ردامي والحزن جرفوا علي بغيظ ردامي شجل من الهموم اذا فرقاه ردامي سيوف المهالك قصن في ضامري وبضعن واسم من الفراق فوق الأسبي ضعن
تدري بحالش جرى يوم انحدوا بالضعن؟ انحب بحسره وعض شفائي وردهم. انحب بحسره وعض شفائي وردهم. تعيش تعيش. صح بدنك. تعيش ابو احمد تعيش. هسه ننتقل وياكم الى الشاعر عبد القادر العطله، حياك الله. حيا والدوم، اشكرك. طبعا انت يمكن الشعر النبطي الفصيح. فصحى وشعبي. فصحى وشعبي. نعم. اليوم ايش راح تسمعنا؟ طبعا نرحب بكم بأبهى الترحيب والكادر الجنود خلف الكاميرا، ونرحب بكم مرة أخرى لأنكم أثرتم على أنفسكم عناء السفر، وعكستم هذه الصورة المؤصلة لنينوى والموصلية. فهذا وسام يعتبر لنا ولكم، وحياكم الله. حياك الله، تسلم الغالي. وبما تسلم. أنه نحن في لا فرق بين الموصلي والصلاح الديني والسني والشيعي، فقصيدة وطنية فصحى إن شاء الله. فللموطن الأبهى فؤاد مطلق، لا حب حتى يأذن الشعراء، هذا العراق هو الذي من أجله ضحت هنا قبل الرجال نساء. الله الله. في دمعة الأيتام كانت قصة عنا حكتها نينوى والحدباء، سيضيء أجواء المقابر جندنا وطني، هنالك يكبر الشهداء، غابوا بأرواح لهم عن أرضهم، وهناك عند الله هم أحياء، فهم العراق شماله وجنوبه، إن العراق قصائد عصماء. الله الله. لا تختفي الأضواء عن أيامنا، فإذا اختفت ستخونها أهواء، شهدت لنا الأشياء قبل حدوثها، وتظل شاهدة لنا الأشياء. فالحلم من آشور يبدأ كلمة وتلامس الكلمات سامراء، آثار بابل لا تغيب لأنها مجد عظيم خلفه عظماء، يا موطني في الحب وجهك واضح، ما غاب عنا وجهك الوضاء، ما غاب عنا وجهك الوضاء. عشت عشت. طبعا نشكرك على هذا القصيدة الوطنية الجميلة. العفو. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أشكرك. حسن، ننتقل وياكم إلى الربابة ويا الأخ خلف أبو سبحان، حياك الله. بواني واعي يا بواني واعي يا بي يا بسمار اللي الطرف، بواني واعي سمار اللي الطرف، ولي ويل سمار اللي الطرف، بواني واعي وبقيت ركض وراهم وانا واعي. البيد الإلوح يا ويلي، سألت البيد الإلوح عليين، واليوم سألت البيد الإلوح عليين، ما واعي واعي ويلي ويلي، يوصف لي دوب فراق الحباب، والعمكم سألني قالوا عد البحرين، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، عمكم سألني بلا ما تكتب ولا
بتكت بالله ولا بتكت بالله ما 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 تكت بالله والما تكت بالله السلام ويا الجار بعد امي مشاهدينا انتقالتنا هسه مع الفنان التشكيلي والباحث في التاريخ التراثي الفنان والباحث سلطان عبد الحميد. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا بكم ومرحبا، شرفتونا وانتم تجودون ناطقنا. الحقيقه هذا كان يشرفنا جميعا بوجودكم معنا لرؤيه ما نستطيع ان نقدمه لكم ولغيركم من ابداع وشكرا. حياك الله استاذ. طبعا احنا حقيقه شغله كلش عجبنا، يعني منبهرين بهذا الشغل والامكانيات اللي تقدمها من خط ورسم، وخاصه نشوف لوحاتك كلها تعبر عن التاريخ وال يعني الحضارات اللي خاصه بالعراق. يعني اريدك شويه تحكي لنا عن مجالك استاذ. انا طبعا الحمد لله والشكر منذ الصغر خطاط، تعلمت الخط على ايدي خطاطي الموصل في الصغر. كنت في العطلة الصيفية أحاول أن أمارس الخط، وتعلمت مبادئ الخط منهم الأستاذ يوسف ذنون والأستاذ زهير وغيرهم من خطاطي الموصل. بعدها في المدارس المتوسطة والثانوية أيضا أكملت ما أستطيع أن أخذه من دروس من بعض المعلمين الذين يعلمون عوائد الخط. في بغداد في 75 حين دراسة جامعية حاولت أن أقضي فترة العطلة أو العطلة في بين مجال الدراسة في تعليم الخط، حتى حصلت على عضوية جمعية الخطاطين العراقيين في 1979، وكنت أصغر خطاط في الجمعية آنذاك، لأن الجمعية تأسست في 74، تسلسل في جمعية الخطاطين العراقيين والعرب 436، ما شاء الله أعتبر من الرواد. أما الفن الخط الرسم أيضا أنا رسام، تتلمذت على أيدي رسامين في بغداد، وكنت في فترة العسكرية في أيضا في بغداد كنت أخذ كورسات دراسية عن الفن والرسم في أكاديمية الفنون الجميلة، حتى وصلت إلى مرحلة أستطيع أن أقدم ما أستطيع. وجودي في الريف وأنا ابن ريف وأصول ريفية جعلتني أتميز في بعض الألوان، وحاولت أن أجعل لنفسي بصمة في هذا العالم الذي يزج كثيرا من الفنانين العظام بلوحاتهم، فاستفدت من الريف ببعض الأعمال، وأنا أجد نفسي الآن تلميذا بين يدي أساتذتي لا زلت، ولكن أقدم ما أستطيع أن أعمله. وجودي هنا في هذه الفترة الآثار، وجدت أن مدينة الشرقاط مع احترامي الشديد ولكل أساتذتي منهم الأستاذ عبد القادر عز الدين وزير التربية الذي كتب عن مدينة آشور، والمرحوم عبد محمد جرو باحث في آثار، والأخ الدكتور محمد عجاج جرجيز، كثيرين هم كتبوا وهم أساتذة موجودين في الشرقاط، لكن أنا حاولت أن أرسم التاريخ فنا
أرسم التاريخ فنًا. فكانت هاي تجربة من فترة هاي الفترة اللي تقريبًا من 2013 أواسط 2013 بدأت أمارس وأجمع معلومات من جامعات عراقية وجامعات أخرى ومعلومات أخرى حصلت بها وبدأت أرسم. الحمد لله توجت هذه أعمالي بإقامة معرض في وزارة الثقافة، نال الجائزة الأولى وإن شاء الله هو من المعارض المرشحة لإقامتها في خارج العراق. نعم طبعاً عاشت إيدك، تستاهل المركز الأول. شكرا شكرا على هذا الشغل والإنتاج الجميل. حقيقة التفاتة حلوة أنك دون التاريخ عبر الرسم، يعني نعم. نشوف هذه الشغلة قليلة، مثل يقول لك الحضارة الفلانية الحضارة الفلانية بس ككلام، ما حد شايف صور قليلة. أيه صحيح. لكن ريد نسألك على هاي الصور، يعني من وحي الخيال لو من خلال لا لا, لا, لا. هذه احنا شوف في العراق الحضارات موجودة، من الحضارة السومرية والأكادية والبابلية وحضارات أخرى والآشورية. هذه الحضارات اجت فيها رقم طينية وصور، والآن لو يجد الباحث في كثير من المكان في أي مكان يذهب يجد هناك رقم طينية ولوحات جدارية تعبر عن عظمة تلك الحضارات. نعم. الحضارة الآشورية التي هي تخص منطقتنا من آشور، مدينة آشور اللي هي العاصمة الأولى والعاصمة الإدارية والدينية، وهناك أربع عواصم آشورية دلالة على عظمة هذه الدولة. العاصمة الأولى هي آشور، العاصمة الإدارية والدينية، والعاصمة الثانية النمرود كالح، والعاصمة الثالثة الموصل قوينجر، والعاصمة الرابعة خرسبات أو دور شريكون. هذه عاصمة سرجون الثاني أبو سنحاري. فهذه العواصم كانت لها حضارتها ووجودها. وجود هذه العواصم لم يقلل من أهمية مدينة آشور. فهذه الآثار أنا رسمتها من مدينة آشور، مثلا هذه البوابة في مدينة آشور باقي بس هذا الطوق، يعني أهل الشقاق مع الحديثين ما يعرفون بس هذا الطوق، هي هذه البناية، هاي تسمى بوابة تابيرة. نعم. تابيرة لماذا سميت تابيرة؟ لكثرة وجود المعادن الثمينة فيها. الملوك الآشوريين قبل كانوا من يبنون بناء مثل المنصر الثالث سنحاريب غير كان يخلي رقم طيني مكتوب بحجر تحت صرات الباب ذاك المكان، يكتب عليه تاريخ البناية وما بأي سنة عملت بأي شغلة. فلذلك المنقبين اللي إجوا الغرب الألمان مثل فالتر أندريه ولايارد وغيرهم وهرميز هذول كل من إجا ولقوا هاي الموجودة قدامنا، فرسموا أشياء بحيث هي واقعية، لكن تدري أنت يبحثون عن أشياء وقسم منها يغمروها. التماثيل اللي الثور المجنح اللي فيه النمرود وجدوه بعدين بعد 100 عام دفنوه بالتراب، بعدين 100 عام إجوا فهم مالكات. فأنا حصلت على بعض اللوحات اللي كان راسمها فالتر أندريه عن هذه المدن، وحاولت أن أجعلها بشكل تشكيلي رسم أمام الواقع. يعني مثلا هذا داخل معبد أنو أدد الحوض المقدس. نعم. يغتسلون فيه، أنتم طقوس دينية يغتسلون فيه. هذا هنا هذه الزقورة المشتركة أنو أدد هنا عندك المشلاة. فهذه رسومات المشاهد من راح يقرأ التاريخ راح يقرأ احتمال يجي النسيان يطوي، لكن إذا يشوف لوحة مرسومة تبقى في ذاكرته. فهذه أمر كان صعب، ولكن إنه الحمد لله أنا وفقت فيه بمساندة كثير من الأساتذة والباحثين في التاريخ، ولذلك الحمد لله الآن إن شاء الله أنا في نية متفاهم مع هيئة أثار نينوى والسيد الوزير إنه يقام هذا المعرض في إن شاء الله بداية السنة.
حياكم الله مشاهدينا، انتقالتنا الى مضيف الشيخ احمد العبود العميري. حياك الله شيخ ابو فرحان. ابو فرحان والنعم منك شيخ. اليوم نريد تحكي لنا عن العشائر اللي ساكنه بهاي المنطقه، منطقه شكرا او الحوريه الجديده. نعم الوقت الحالي اول مره احكي لك عن الهيب. نعم الهيب، هم الهيب قبيلة الهيب عشائر موزعة صلاح الدين وبنينة واكو عشائر، فقبيلة هي. نعم قبيلة الهيب. فالآن اللي هي هسه أنا العلى صلاح الدين، القبيلة الهيب العلى صلاح الدين من هم العشيرة، عشيرة الهيب هنا على صلاح الدين. نعم فامتد من السايلو إلى بعاجة. واحنا بهالسنجق هذا العادات مالنا عادات البونجاد، نفس العادات كنا البونجادي والسبعاوي والمدري ايش والاكلاوي والرملاوي والمدري ايش والحوراوي، كنا نفس العادات. عشيره واحده نعتبر الشرقاط، يعني سنجق واحد السنجقين ذاك الصوب، واحنا نعتبر عشيره واحده. احنا عشيره الهيب ضمن هذا العشائر. ها فنفس العادات ونفس التقاليد ونفس الطيبة، والحمد لله الشرقاط كله عامة يعني من ضمنهم عشيرة الهيب. ها فالحمد لله أول ما ابتدى إحنا ما كنا هنا، كنا عزاب الفوقاني الهيب. ها نعم هذه قبيلة الهيب كل شان، إحنا والحاج علي كنا عزاب الأعلى. عزاب الأعلى شاف إيه إيه. فاحنا من صار بيها قبل، صار بيها قبل بلش كذا مدري ايش قديمه ذي ما نعرج عليها. فتفارقنا احنا وقرايبنا عدويزات، كنا احنا ودويزات سوى. فمن نزحنا من ايش اسمها ايش من القوير من زاب الفوقاني كنا بتشاف. نعم نزحنا احنا جينا وين؟ على راس الجرنات عند عويد العيسى. احنا واحد من نشتل واحد من ادويزات ومن قرايبنا، يعني هاي السبب اللي خلانا تجون هذا المنطقه نصير وسم، يعني نصير قسمين يعني. ادويزات ظلوا هناك عند شليله، واحنا جينا عجرناف. نعم عند يقول لها قريه الشبالي اللي يسمونهم العويد العيسى. نعم فمن قبل الناس ما ظل مكان واحد ترحل، كانوا هي المنطقة هذه اللي سكنوها الهيب كانوا بها الحوري، هذه المنطقة نسميها الحورية. نعم فهذا الحورية كانوا بها الحوري، فصار عندهم قبل ما ظل الناس بديرة واحدة رحلوا قسم ناس على الشرقاط وناس على الزوية، عافوها تركوها عافوها يعني ما ايه. فهي نحن طارف الجرناف عند عويد العيسى. عويد العيسى الله يرحمه بذاك التاريخ قال يا ابو هذا الحوريه ما ظل بها احد، وكلهم شالوا على الشرقاط وشالوا على الزويه، فعلتوا خير ما ظل هنا المكان ضيق اللي روح على الحوريه، مكان الحوري. الحوري راحوا وشالوا عافوها، احنا جينا سكننا بيها. بس قبل شنو؟ قبل ما بهم حيل 50 60 بيت. هاي كلها الهيبه هذا الساعه بيها اقول لك صارت بالالاف البيوت. فالحمد لله احنا عاد من ذاك التاريخ سكننا بهذه بالحورية، وتوسعت الناس وكانت على الكرود وكانت على الكذا وعلى النباعي وعلى الفراه، وظلينا عاد الحمد لله متماسكين على نفس العادات احنا والعمامنا جبور والبنجاد ايه. نعم فالنوب توسعت الناس زدت الفيضانات ونزحنا على عند محطة القطار، من محطة نزحنا النوب فوق على الفوق هنا على القرية، وها قامت تكاثر. ها ايه فكانت هذه معسكر، هذه كانت معسكر للجيش بالاصل. ايه معسكر هي كانت معسكر بالسبعينات قبل ايه ايه، ممنوع واحد يمنى بها. فاحنا سكننا بطارف المغادي فما يخلونا نتقدم لاجل لانها معسكر. فالحمد لله يا رب العالمين والدي راح قال له احنا معسكر شال، فاحنا نريد هذا بالسبعينات ورا السبعينات اريد نتوسع شويه، والله ما يصير حاصلنا ما يخلون نعمر ايه. فجاب كتاب عشر قاط على وقال يا ابو
انتم وين ما تعملون او سمح لنا صار لنا سماح بالعماره وصلت عادي يعني امتدت من الجامع هذا الكبير الاولي كان قوفه جامع كان ماكو جامع إيه. فامتدت عاد الى تقريبا هسه الى بعاجه فاحنا هاي كلها صارت قبيله الهيب وصارت وصلت عشيره الهيب يعني هسه عشيره بس الهيب قبيله يعني كثيرين بنينوى وصلاح الدين موزعين موزعين وببغداد وكذا وبكل مكان وحتى بالنجف نعم قبائل هذه كلها الهيب العطيه يسمونهم الهيب العطيه يعني يعني الهيب العطيه ذول يجون اخ لجباره يعني ولد محمد الجبر إيه. نعم والحمد لله نفس العادات ونفس التقاليد احنا وعمامنا جبور إيه. الصوبين وكلنا وهسه الشرقاط هي يسمونها عشيره واحده عشيره الشرقاط ما بينا زود عليهم ولا هم بيهم زود علينا نفس العادات ونفس الاخلاق ونفس الطبايع والحمد لله ونفس الحمايل إيه. وتعرف البيوت كل من كل من دون عاني كل من يعني زين بربعه فلان الفلان معلومين الفلان والله معلومين يعني تعرف مو كل اخو ما كل يعني إيه. والحمد لله اكثر لي اهل دواوين واهل ارباع ومضايف ومثل ما قال هذا قرابتك اجبوري مو احنا اللي نقولها قالها سيد حميد قال هلي مشهر منازلهم من الضيف مو احنا نقايها القايها الجبوري قرابتك قال هلي مشهر منازلهم من الضيف ولا ثجلت حواجبهم من الضيف ها هل يا هذا الظلماء من الضيف هل للضيف راح بينا الجواب فاحنا والله نفس العادات احنا وياها ونعم ونعم منكم ونعم نفس نفس القرايب ونفس الكذا واحنا ونعم منكم هنا عاد جاها اللقب سموها شكرا هي الحريه الجديده فاللقب هاي جاها شكرا شكرا الله خير ان شاء الله مقوله يعني متفق عليها ان التاريخ يعيد نفسه هنا في هذه المنطقه تجسيد حي وفعلي لهذه المقوله ان التاريخ يعيد نفسه في فتره الاشوريين فتره قلعه اشور باني بال المدينه عاصمه الاشوريه كانت منطقة الوحيش هذه سموها هذه كانت خليج ماء يعني من نهر دجلة فكانت مرسى لسفن تأتي من نينوى محملة بالعسل والقمح أحيانا تستريح السفن وتضع حمولتها هنا وكان أشبه بالحصن في هذا التل المقابل لهذه المنطقة منطقة شكرا فوق الحورية يعني نهاية الوادي النازل كانت تحط السفن هنا وهي تابعة هذا الحصن تابع لقلعة آشور هذا المكان حدا بالناس أن يستوطنوا هذا المكان لأنه يعني مكان قابل للسكن منذ ذلك الزمان فهذه المسألة جغرافية قابلة للعيش الإنسان تسمى طوبوغرافيا يعني إذا أردت تحلل الأماكن كيف سكنتها الناس مو بس بالشرقاط بكل بقاع الأرض أنه مكان قابل للعيش الإنساني إذن هو قابل لتكوين مدنية فيأتي رجل في كل على رأس كل قرن تقريبا أو أكثر أو أقل أحيانا بحسب سيرة التاريخ فيدق أطناب خيمته ويأتي بوهج حضاري فتقوم المدن تقوم القرى والقصبات والمدن بهذا الشكل منطقة شكرا ومنطقة الشرقاط بشكل عام هي أصلا قابلة لهذا الشيء هي قابلة للسكن للمدنية يعني برحلة ابن بطوطة إذا أحدكم كان قد قرأها ابن بطوطة قبل 900 عام تقريبا أو أكثر بات في منطقة تلول العقر اللي هي مصدر مقابلنا قضى ليلته يقول ابن بطوطة في رحلته الشهيرة يقول قضيت ليلة في المنطقة الشرقية لنهر دجلة المقابلة لقلعة آشور يقول لم تكن مهولة بالسكان ولم أستطع أن أنام ليلتي بسبب زئير الأسود وعواء الذئاب يقول منطقة أدغال عصية على الإنسان عندما أصبحت موحشة في تلك الفترة هاجرها الإنسان ولكن بالتوطين والتوطين
عاد إليها الإنسان نفسه. إذن الإنسان يعني حركة الإنسان واحدة منذ الأزل وإلى يومنا هذا، تذهب إلى المكان التي ممكن أن تنشئ بها المدن والقصبات، والشرقات كانت كذلك، لا سيما منها قرية شكراً وقرية الحورية. أستاذ، أريد نسألك سبب تسمية قرية شكراً. قرية شكراً مثلها مثل كل القرى في مناطقنا، وليس في مناطقنا يعني في كل الأرض، القرى تسمى عادة بالمصادفة أو تحمل اسم رجل معين أو حادثة معينة أو شكل من أشكال الطبيعة. قرية شكراً قريبة جداً من قرية إخوات اللي هي القرية التحتانية، يعني مجرد يرتقي هذا الهضبة ويصل إلى شكراً، فكانت يعني على شكل نقل بواسطة السيارات البيكاب، فيصعد من الحورية إلى قصبة الشرقات مقابل 50 فلس اللي هو درهم ذاك الزمان، بس يعني عقد السبعينات. فالراكب من خويتلة إلى منطقة شكرا لا تساوي الكثير، فعندما يترجل ينزل من السيارة فيقول للسائق شكرا هذا سبب التسمية. فصار عندما يصعد يقول له وين تريد أوديك، يقول له شكرا. فأخذت التسمية من هذا. لازم أنا أقول شكرا، يعني أنا عندما جئت إلى نزلت ما أعرف شنطي أم شكرا، فأخذت التسمية منها. طبعا هي التسمية جميلة، لو لم تسمى شكرا الله أعلم لا مسخت مثل قرية تسميت بعاجة، يعني شكرا اسم أحلى شيء من الشكر. يعني هكذا يرجو أن لا يزعلون خوالي اللي هي باللي ساكنين قرية شكرا، وتمدت وتوسعت الله بارك بها وبسكانها ما شاء الله، أصبحت تقريبا من أكبر القرى، وخرجت الأطباء والمهندسين والشعراء والشيوخ ما شاء الله عليها. ما شاء الله. مشاهدينا، من بعد ما شفتوا هاي الأجواء الحلوة الطربية والشعر الشعبي الحلو، وعشنا الأجواء الحلوة اليوم بقضاء الشرقاط قرية شكرا، نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم. انتظرونا بحلقات جديدة.